يمكن هاي آخر يوم تسمعوا صوتي وتشوفوني تشوفوني. أنا اسمي ياسمين قيموز، عمري 10 سنين، صلي سنتين في دار الأيتام، صلي سنتين في أيدي بابا وماما من وضع الطيران. بوجه الرسالة لحقوق الإنسان، لحقوق الأطفال، لحقوق الإنسان لكل هالدنيا. بتمنى أنه تطالعونا من حلب، هون في 47 طفل كلهم هون أخواتي، كلهم هون أخواتي، ونحن هون بنتمنى أنه نطلع من حلب وناكل ونشرب. نحن هون بنحب السلام، نحن ما عم نحسن نطلع لبرا لأنه في طيران، في قصف، في طيران، لأنه ما عم نحسن نطلع لبرا منشان هيك عم نخاف من القصف والطيران. نتمنى أنه تطلعونا من حلب بقى، بدنا نعيش مثل كل هالدنيا بقى نحن.